في أنغام معينة أو ألحان معينة بتستخدمها دي أساسية في الإنشاد؟ بالنسبة للإنشاد بيبقى كل الشغل ارتجالي، من وحي خيالك، من وحي خيال الشيخ نفسه اللي أنت شغال معاه. عامل هو موضوع كده وخيال ارتجال من دماغه، مش هينفع أن أنت تطلع منه مثلا وتروح في موضوع تاني، فبتبقى عايش الخيال بتاع الشيخ. انت بتمسك المقام اللي مسكه وعلى نفس وعلى نفس النمط كمان اللي هو البعد اللي بيروح فيه اخره ايه. استاذ حلمي بكر، يا اهلا استاذ زعفر. حلمي بكر ده الاسم ده على اسم الموسيقار حلمي بكر؟ طبعا، هو جه بمحض الصدفه كده يعني، والله حبا في الملحن حلمي بكر. والدي يعني كان منشد صوفي يعني، وكان يحب الفن ويحب الانشاد وكده يعني. وده سبب دخولك المجال ده؟ انت ما بتشتغلش غير انشاد بس؟ انشاد ديني فقط يعني. لو جات لك حفله مع مطرب؟ لا نهائيا في حياتي. ما تحبش تطلع؟ لا. انت تبع طريقه صوفيه محدده معينه؟ انا محب لجميع الطرق يعني، واهم حاجه كله في الاخر بيوصل لمين؟ لسيدنا النبي طبعا. عليه الصلاه والسلام. ايه الايقاعات الاكثر ايقاعات بتستخدمها في المديح في الانشاد؟ بنستخدم اللقاء اللي هو الوحده الواسعه دي، اللي بدايه تكون بدايه الشغل يعني. وبعد كده حسب حال الشيخ يعني، ممكن نطلع مكسوم، ايقاع مكسوم، ايقاع ملفوف. واهم حاجه التعايش مع المنشد يعني، انك انت تعيش الحاله اللي هو بيها يعني. وهو بيرتجل او بيروح لاماكن انت بتبقى ماشي تروح معاه حسب الحاله بتاعته هو يعني. يا ليل طول او لا تطول، لابد ان اسهرك ليل يا ليل. من طويل سغادي طويل طويل سغادي، من طول سغادي يا ليل يا ليل قصرا. كلمة ولح وإيقاع، وقبلهم صوت وحضور الشيخ مصطفى جمال، هم دول أبطال الليلة دي. ليلة حلمي خالد صفوت مراد في قرية بني غالب. اتذبحت الذبايح بالنهار والناس اتغدت وتعشت، وحان وقت المديح. إن الذنب حاجبنا قد سبب متاعبنا، إن الذنب حاجبنا وقد سبب متاعبنا، وقد عطل مواهبنا، فهل لي منك إنعاما؟ ربي يا 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 رب.
إلهي لا تخيبنا وعنك لا تغيبنا، إلهي لا تخيبنا وعنك لا تغيبنا، وللمختار قربنا متابعة وسلاما. يا رب لا تخيبنا يا رب، وعن المختار لا تغيبنا.